يلا تحية لكل اللي عم بيشاهدونا على الاس بي اي مباراة المرحلة الخامسة بطولة كرة السلة، المباراة اللي عم تصير اكيد بقاطعة شوي بنادي غزير بين الحكمة ونادي بينوبا، بالفريق ضيف كوتش فريق سابق اكيد وكوتش عاد الحاج مدرب فريق الحكمة. رح نبلش مع الضيف كوتش كوتش باتريك. اول شيء مباراة يعني على الورق يمكن صعبة، بس فرجينا ببعض المباريات فريق بينوبا انه قادر يقدم مستوى كثير. صح، يعني اول شيء كان له المبروك على اخر جيم، جيم خرافي كان هني وبيروت، وهارد لك لبيروت وسلامته كوتش جاد. نحن عم نلعب اذا بدك عم ندافع منيح جورج، نحن بتصور ثالث او رابع فريق بالليج بدافع هجوميا، بعد ما مش لقطه مزبوط ما كان مزبوط تنلقط، يعني لانه ما في اذا بدك استقرار، غيرنا اجنبي ان شاء الله مع الاجنبي هلا الجديد دومينيك يكون عندنا هيدي شوي اريحيه على الهجوم، تعرف مع سام انسايد جيم دومينيك بيلعب 4-3 دومينيك 3-4 اوكي وديفنسيف بلاير يعني 4-3 اوكي سو اكيد ماتش منه هين على الورق والقلم، بدنا نجرب قد ما فينا نعطي عرض الملعب حسب التعليمات حسب التحضيرات، ان شاء الله نتوفق وجود لك للحكمه. ثانك يو كوتش باتريك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف صرت؟ الحمد لله خلص احسن. ايه دون دون كوتش، يعني لهلا مسيرة زيرو لاس، يعني بالنسبة للمباراة اللي صارت وصل اكيد فريق الحكمة عم بيلعب بمستوى كثير منيح، مباراة اخيرة مع بيروت بالشياح فزتوا فيها، اليوم مباراة كمان مع ميروبا اللي ما فينا نستهين بولا فريق بقى. اكيد هيدا الشيء اللي عم نحكيه مع الشباب، بعد مستوانا منه رائع رائع، عم نتحسن هيدا اهم شيء، عم نعاني من تغيير اجانب، ان شاء الله بكره حيكون بعد معنا ماجوك وحيكون معنا بير جاكس بيصيروا بلبنان، بلشوا معنا تمرين من السبت، بدنا نجرب اي زحمه على عازي، عم تكونوا كل جيماتنا صعبين من اول دوري لهلا، جيم بيروت شباب لعبوا منيح وبرايي كان فينا نخلص كمان، بيروت ما كان بيوم ما كان عم يلعب منيح، خلص فرق نقطتين كان فينا نخلصها 10 بلس بمحل معين بالجيم. تركيزنا اليوم جيم جديد، بيروت صار ورانا، عندنا جيم مع ميروبا، كل الفرق مع ثلاث اجانب منيح، بدنا ندافع، عم نلعب على ارضنا، نحن باثنين اجنبيين اليوم معظم الجيمات لعبناهم باثنين. نعم، وعندك غياب كريم عز الدين، صح صح، ماتشين عز الدين موقوف، عم نلعب اليوم تو بيج جايز مع بعض، رضوان وويف حيكونوا مع بعض، جيم الجاي بركي رضوان وويف وماجوك او حيكون معنا بياري، حيكون معنا اربع اجانب بنقي منهم ثلاثه، خلينا نخلص اليوم بنشوف لجيم الجاي. هيدا الاجواء اكيد مع المدربين كوتش باتريك سابا مدرب فريق اتحاد ميروبا وكوتش جاد الحاج مدرب فريق الحكمه، اكيد بعد وقت دقيقه قليله بنطلق معكم لايف اس بي اي وبيروت على فيسبوك ويوتيوب مع وقائع مباراه الحكمه والاتحاد ميروبا. Thank you.
اجى بديل للاعب كان اوريدي خاض 3 أو 4 مباريات مع فريق ميروبا بهيدا الموسم. هيدا اللاعب كان كمان يعني قدم مستوى لا بأس فيه بس ما كان على قدر التوقعات. عم نحكي عن كوري مانيجو، لاعب رقم 11 سابق، كان عمره 25 سنه، متر 6 سنتيمتر، كان يلعب كمان على بوزيشن 3 و 4. كوري مانيجو استبدله نادي ميروبا بمدرب بلاعب جديد هو دومينيك، حنحكي عنه اكثر خلال تعنيق على هيدي المباراه. الحكمه بنذكر اجنبيين اليوم وهن اكيد عم بيكونوا تحت الباسكت على بوزيشن 5 و 4 كان اوستن او رضوان، بما انه جورج فل ترك الفريق جورج ويليامز بانتظار وصول بيير جاكسون اللاعب اللي جمهور الحكمة اكيد ناطره، عنده سداد كثير كبيرة بيلعب بوزيشن 1، لاعب مدى طويل القامة متر 79 تقريبا بس كيو سكورر. بدنا نشوف يعني قال المشابه ستيل لستيل بليك لاعب فريق شانفيل اللي كان سجل امبارح 36 نقطة بوجه الفريق الرياضي، لا شك رح يكون اضافة كثير كبيرة بتشكيلة الكوتش جادو حاج. واكيد ما فينا نستهون ابدا باي فريق ببطوله لبنان السنه، الفرق مع 3 اجانب بارض الملعب استفيد اكيد من القانون السنه ب فريق ميروبا بضم حتى لاعبين لبنانيين يعني جيدين جدا. ورا السلة على يمينك هناك جمهور كبير على نادي الحكمة عم تتابع فيه. رجع تحكي فريق ميروبا يعني عنده لاعبين محليين، كنا عم نحكي عن الموضوع قبل ما نكون مع عنده لاعبين محليين جديدين يعني الملك نجازي اللي عم يبلش البطل
نقدر نعيش في الأجواء الجيمة بين سجل منها دومينيك. رودريك بحاول يوصل لأوستن، مقطوعة وانطلاقة سريعة من ديلن. ساماردو لحجازي، حجازي لدومينيك، بياخذ ثلاثية دومينيك، ما بيسجل بأول مباراة له بالدوري اللبناني دومينيك ساتن. احمد ابراهيم بتابع بالترافيك ما بيسجل، تبقى لفريق الحكمه وثلاثيه رضوان الثاني كمان، اثنين من الثاني لرضوان سليمان. ست اثنين تقدم نادي الحكمه. كمان نادي بيروبا ما بيستفيد هون بهالمحاولة. رودريك عاهل اوبن 3، رودريك ما بيسجل، ريباوند لساماردو سامويلز. مش عم نسجل مرة جديدة عن موضوع الصوت، ان شاء الله يكون مش الحال عم تسمعونا بشكل واضح، بس قاعدين كمان بلوكيشن ورانا جمهور الحكمة. على بركة على الهاف تايم ننقل على الميلة الثانية لانه ما عم بقدر نسمع ابدا. كمان تسديده ضعيفه هون من دومينيك، يعني بلش بدايه مباراه سيئه مع فريقه الجديد دومينيك ساتن اللي عم بيكون بديل مثل ما ذكرنا لكوري مانيجو بعد ما خاض اربع مباريات كوري وما كان على طموحات مستوى طموحات فريق ميروبا. اوستن رودريك، عمر جمال الدين اوبن 3 بعيده، سامويلز بطاقه الديفنسيف ريباوند، بعده تقدم الحكمه 6-2. بيعمل هيزيتيشن متابع السله، فاول مع باسكت، حلوه كثير هالسله
للاعب نادي ميروبا ساتون. دومينيك عم بيسجل اول سله له بطوله لبنان. حكم المباراة اليوم يلي معنا زياد طنوس إضافة لبولس أيم وجورج سعد. عم بيسجل أندوان هون دومينيك وعم بيقلص الفارق لنقطة واحدة. عمر لأوستن. أوستن هيدي آخر مباراة لإله مثل ما عرفنا مع نادي الحكمة. رح يكون بديله أتير ماجوك وبديل جورج ويليامز راح يكون بيير جاكسون. ما بيسجل على الميد رينج هون عمر. كريستوف اللي بيعرف هالملعب كثير منيح بعد ما لعب مع نادي الحكمه بيخسر الكره هون بطريقه غريبه. كريستوف خليل اللي عم بيلعب على البوزيشن 3 السنه ببطوله لبنان. عمر بيخرج بوبا بدلا منه. مارك خويري بيدخل على الملعب. 6-5 النتيجة. يعني كنا عم نحكي عن كريستوف خليل غير بوزيشن بيلعب على الثري صار هلك لاعب جناح. سكرين من اوستن رودريغ كان عم بحاول يلعب بيك اند رول معه لاوستن. احمد ابراهيم ما بينترك ما بينترك احمد ابراهيم لهلا. الثلاثيات هن نقاط فريق الحكمة. ثلاث ثلاثيات اثنين لرضوان وحدة لأحمد إبراهيم. 9 نقاط كاملة عن 3 بوينتس للنادي الأخضر. 9-5. أوه هون في لشوف شو قرار الحكم. أوفنسيف فاول من ساماردو سامويلز. خطأ هجومي على لاعب ارتكاز نادي اتحاد بيروبا. أوستن بكل ذكاء بيقدر يخطف هالأوفنسيف فاول من اللاعب ساماردو سامويلز. أوستن يعني كان عم بيلعب بالموسم الماضي ويفرلي مع فريق السد القطري كان عم بيلعب بوصل بزون الجولف زون الخليج. كان عنده معدلات جيده جدا اوستن. 19.8 مع 15 ريباوند ببطوله وصل فئه بزون الخليج. لكن ما عم بيقدر يثبت مكان له بتشكيله نادي الحكمه. دومينيك رجع بيستلم عم بيلعب على لوبوست على احمد عم بيمرر دبل تيم. رح يكون رح يتصرف فيها ديلن سميث توصل لسامويلز ما بيسجل. مضايقة دفاعية كانت من اوستن ويفرلي اوستن. احمد ابراهيم حاول يدخل على السلة بتابع طريقه بياخذ البول اب. احمد تسديده صعبة. ساماردو على الريباوند. بيلعبوا بشكل متسرع الحكمة. كوتش جاد الحاج منه راضي ابدا. تحت السلة هالمرة بيسجل بكل قوة ساماردو سامويلز لاعب جيد جدا بفريق الاتحاد ميروبا. مستواه ثابت قوي تحت السلة عنده سايز. 9-7 على الحكمة. رودريغ على الكورنر لأحمد في تورن اوفر كان داعس على اللاين. أحمد إبراهيم كان داعس على اللاين. ثلاث دقايق ونص نهاية الكورتر الأول. سكور وقتي لهلا عند الفريقين اكيد وخاصة عند فريق الحكمة اللي عنده معدل 80 نقطة بالمباراة الوحدة. دومينيك بول اب جامبر ما بيسجل. اوستن على الريباوند. رودريغ بوبو اوستن احمد تمريرات بين لاعبين فريق الحكمة. سكرين من اوستن بيطلع على البول اب جامبر. رودريغ ما بيسجل كمان. ما في تحركات يعني ما في ابدا بلايز عم بيلعبوا يفضى اللاعب تحت الباسكت او يكون مرتاح اكثر باختيار تسديده.
احمد رضوان مدريك بيستلم حلو كتير حلو كتير. هيدي الالعاب اللي كنا عم نحكي عنها التمريرات السريعه جيف اند جو. لاحظوا شو عمل هون رضوان سليمان هو ورودريج. رودريج اكيد يعني ملك التمريرات الحاسمه. 11-7 ملك تحت السله عم بيسجل عم بيسجل تلكون كتير قوي تحت الباسكت. ساماردو سامويلز عم بيحط اسيست كمان لكريستوف خليل اللي هو اعطى التمريره. سيكويك كمان هو وعزيز عبد المسيح تبديدات لهلا عديده لكوت جاد الحاج تا يحول هيك يضخ قوه هجوميه بفريق الحكمه. يعني احمد كان عنده ثلاثيه لهلا بس من بعدها ما كان كثير موفق. رودريك كمان عم يخرج رودريك اللي ثلاثة اسيست معه لهلا. سلات الحكمة كلها كانت بتمريرات منه. بوبو رضوان لعزيز رودي حاج موسى بوبو حلوين التمريرات وعزيز ما بيسجل تحت الباسكت. اوفنسيف ريباوند اوستن بضيع كمان. ساماردو على ديفنسيف ريباوند. ملك حجازي ساماردو سامويلز سميث ديلن سميث دومينيك كريستوف خليل عم بيدخل على ميلت الشمال بيدخل على الباك بورد بيسجل. كريستوف خليل بيسجل وعم بيعادل الارقام 11-11 الدقيقة 17 ثانية يعني هيت الربع الأول كمان. بس الحرفوش عم يتحضر ليدخل ما عجبته أبدا بداية فريقه بهالمباراة كوت جاد الحاج. أوستن كمان تمريرات توصل لعزيز عبد المسيح اللي فرجينا بوحدة من المباريات هالموسم على ملعب غزير نسبة 100% من كل المسافات وعم يسجل من اول تسديده له عن 3 بوينتس 14-11. المواجهه كانت مع نادي هومنتمن وتسجل عزيز كل تسديداته. او كمان برد عليه كريستوف خليل لاعب الحكم السابق ميد رينج شوت بقلص الفرق لنقطه. طويله كثير تمريرتك يا بوبو ناحيه عزيز. باسل بدلا من رضوان سليمان على الملعب اجنبي واحد عم بيلعب فريق الحكمه. اولي بيخرج هو اوستن عفوا رح يبقى رضوان بالتشكيله اخر نص دقيقه 14-13 بس النتيجه. كريستوف ديلن تبع طريقه ديلن 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 بيسجل حلو كثير الاختراع على السله وتقدم ميروبه 15-14 خمس ثواني. عزيز اربعه عزيز عبد المسيح اخترع على السله عزيز يسار الخطا او لا كره من الخارج اوت اوف باونس ما في فاول ما بقدر اسمع مظبوط برجع بذكر قاعد على الميله الثانيه وخلفي دغري هالجمهور الكبير. اخر 0.9 من الثانيه الحكمه هل رح يقدر يسجل باسكت ثلاثيه سيكويك ما بيسجل منها رودي حاج موسى 15-14 بيخلص الكوارتر الاول بتقدم الضيوف اتحاد ميروبا على نادي الحكمه. بدايه غير مطمئنه لا اصحاب الارض. منذكر عم بغيب كريم عز الدين الموقوف مباراتين بعد احداث مباراه الحكمه وبيروت بالشياح. المنصه الرسميه اكيد مع ساعه النائب جهاد بكرادوني مع رئيس نادي الحكمه كمان راغب حداد. يعني الحكمه لهلا اربع انتصارات من دون اي خساره متصدر اكيد البطوله
رياضي امبارح شفنا كان عم بيحقق انتصاره الرابع مقابل خساره واحده. رياضي يعني تلقى كانت خساره مفاجاه على ارضه بالمناره مع نادي الانطونيه يلي بس معه فوز واحد كان على فريق الرياضي. مباريات هالمرحله رح تكون بعد يعني مستمره. الجمعه هوبس مع ان اس اي الساعه 5 الى ربع، السبت 5 الى ربع الانطونيه مع نادي بيروت بالانطونيه بعبده، والانترانيك مع الهومنت بن ديربي الارمني منتظر الاحد الساعه 5 الى ربع على ملعب الانترانيك بسانتا ديميرجان بالنقاش. هالمباريات المتبقيه اليوم نحن بالمرحله الخامسه، هالمباراه الثانيه من هالمرحله. امبارح كانت انطلقت مباراه شانفير الرياضي، مباراه حلوه كثير هجوميه تبعناها، انتهت لمصلحه فريق الرياضي 99-88، كان تألق كبير فيها للنجم اللبناني امير سعود مع 28 نقطة كمان. يعني هجوميا هايك برز، علي منصور، اسماعيل احمد بسم الله عليه، يعني ب 47 سنة بعده عم بيكون دائما حاضر هجوميا ودفاعيا لفريق الرياضي. بوقت اكيد بلاي ناحية فريق شانفير كان نجم المباراة مع 36 نقطة. نجم المباراة أكيد لفريقه. كمان تبديلات بتشكيلة المدرب باتريك سابا مع دخول لاعب منتخب لبنان للأندر 19 اللي كان شارك ببطولة العالم، وزميلنا نمر جبر أكيد المتواجد دائما بكل مباريات بطولة لبنان. نحن عم نحكي أكيد عن جوزيف أبو سمرة اللي دخل على أرض الملعب، سامردو كيك أوت لصالح ديلن بياخد الثلاثية الصعبة، ديلن ما بيسجل، الريباوند عالي لعمر جمال الدين. رضوان عمر بيرجع عرض الملعب، سيكويك لعمر، تمريرة بتبقى هون مقطوعة كانت من فريق ميروبا من ديلن سميث، تبقى لفريق الحكمة 12 ثانية لنهاية الهجمة. سايد بول عمر، عمر جمال الدين، عزيز بوجه في ديلن بيوصل لرودي حجبوسة بياخد الثلاثية الصعبة، رودي ما بيسجل، ريباوند كمان لا كريستوف اللي بتابع طريقه بيحصل على الفاول. كريستوف خليل كريستوف خليل معه أربع نقاط لهلا، ساماردو سامويلز ست نقاط، وقت أفضل مسجل بالجيم هو رضوان سليمان النجم التونسي المخضرم 8 نقاط مع 4 ريباوند لاعب فريق الحكمه. والنتيجه مثل ما شايفين امامكم مشاهدينا بعد دقيقه عن انطلاق الربع الثاني 15-14 لميروبا، سكور متدني جدا لهلا. الحكمه اليوم باجنبيين اوستن ورضوان سليمان، ديلن، ديلن سميث اخترق على السلة، ديلن كيك اوت لا ما في خطأ قبل ما ياخد التسديدة اكيد كريستوف خليل، خطأ على ديلن. فاول على باسل على ما يبدو، ساماردو لعبين عليه، ساماردو كمان بيحصل على الفاول. ساماردو تنشوف على مين الفاول هالمرة، إذا على رودي حجموسة فعلا على سيكويك. ثلاث لاعبين مسجلين نقاط بفريق الحكمة هن رضوان عزيز وأحمد إبراهيم، وبتابع بكل قوة على الباسكت ديلن سميث نقطة الرابعة بالجيم، عم بيوسع التقدم لثلاث نقاط لميروبا. اوبن شوت بيرد اللاعب الممتاز دائما
اللي بيدخل اوف ذا بنش وبيغير كتير عن دخوله. عم نحكي اكيد عن باسل حرفوش. فاول ونشوف اذا رح يتم احتساب السله هون. ساماردو سامويلز ما عم بيقولوا حل هلا لساماردو. لاحظوا كيف التقط الاوفنسيف ريباوند وبيطلع بكل قوه، يعني عنده سايز تحت السله وعنده خبره كتير كبيره ساماردو سامويلز، هاللاعب يلي عمره 34 سنه، مترين و8 سنتيمتر، لاعب جامايكي كان عم بيلعب بالموسم الماضي بمكسيكو مع فريق كاريتارو، كان عنده معدل 10.2 و4 ريباوند ونص تقريبا بالجيم. 34 سنة، ساماردو سامويلز ما بيسجل الاند وان. ساماردو 19-17 بعد النتيجة، تقدم اتحاد بيروبا على نادي الحكمة بغزير. كمان عودة رودريغا عرض الملعب، عزيز بياخذ بول اب جامبر، عزيز عبد المسيح بيسجل لهلا تسديداته صائبة 100%، وحدة عن ميد رينج سجلها، وحدة ثلاثية بالكورتر الأول. 5 نقاط لعزيز، تعادل. ساماردو بيلعب على رضوان، ساماردو مالك سكرين، ساماردو بيوصل لخليل كريستوف، قلت لكم بيعرف الملعب كثير منيح، حافظ ملعب غزير. كريستوف خليل 3 نقاط، صار رصيده 7. عزيز لبرا، رضوان، عمر تحت السلة، باسل بياخذ تسديدة صعبة، باسل ما بيسجل. واو لحظة كان خطفها هون عمر جمال الدين، طلع كتير عالي على الاوفنسيف ريباوند، لكن ترجع الكرة لنادي ميروبا. كمان حبيب عبد الله عم يدخل على البوزيشن 4 عند الفريق الكسرواني. مالك ساماردو اجنبيين على الملعب حاليا بتشكيل المدرب باتريك سيفا. كريستوف خليل عم بيحاول ياخذ السبيس هون تيطلع على الباسكت وبيرتكب بالووكينج، كان عم بيحاول يبعد عمر عنه ياخذ السبيس المطلوب تيطلع حط السله، بس كان ارتكب الووكينج قبلها. لاحظوا وكمان تبديل جديد عند اتحاد ميروبا، خروج ساماردو سامويلز ودخول الاجنبي الجديد دومينيك ساتن. رودريغ لباسل، لرودريغ بيسلم اوستن، تمريرات سريعه بعليم الحكمه، عزيز عبد المسيح ما بيسجل هالمره، ريباوند لدومينيك مالك، كريستوف لمالك، ديلن سميث 10 ثواني، ديلن مالك بيتردد بالشوطه بيرجع بيمرر لديلن بياخذ الثلاثيه، ديلن سميث كثير بعيده، باسل على الديفنسيف ريباوند بينطلق بالكره بنفسه، رودريغ لعزيز، عزيز كمان بصعوبه لعمر، عمر جمال الدين لباسل حرفوش يعمل الموف، باسل لاعبين عليه، رودريغ 5 ثواني، 4، الحكمة كيف رح يقدر ياخذ هالمحاولة؟ بعيدة كثير من اوستن، ما لمست الريم، طيب انعطى سكند جانس لفريق الحكمة ب 14 ثانية، تورن اوفر هون، وعودة أحمد إبراهيم بدلا من عزيز، 5 نقاط لعزيز، كمان جون عاصي عارض الملعب عند فريق ميروبا، جون مالك، حبيب عبد الله، كريستوف خليل ودومينيك، 4 لاعبين لبنانيين واجنبي عند فريق ميروبا حاليا الملعب. مالك وصل، اوه في فاول قبل كان على رودريغ، اكيد فرق السايز، مجبور رودريغ يرتكب الخطا على حبيب عبد الله. رضوان سليمان عم بيحضر حاله كمان ليرجع،
هو افضل سكورر بالجيم مع 8 نقاط. اللاعب التونسي 43 سنه رضوان سليمان، بس مسيره طويله جدا بالملاعب، كان عم بيلعب مع الاتحاد المنستيري التونسي من عام 2018 لهلا. كمان كان سبقه لاعب مع النجم الساحلي، هاللاعب هيدا كان لعب بالالعاب الاولمبيه. حبيب عبد الله ما بيسجل. اذا رضوان كان لعب بالاولمبيك جيمز 2012 بلندن مع منتخب تونس، ثلاث مرات بطل امم افريقيا مع المنتخب التونسي 2011 17 و21. عم بيسجل هون حبيب رضوان. رضوان سليمان، حلوة كتير تمريرتك يا رضوان لا أوستن اللي بيستعرض بسلة ميروبا، بس التمريرة هي الأجمل من السلة صراحة. نو لوك باس من رضوان لا أوستن اللي بيسجل بكل سهولة تحت الباسكت. 22-21، خمس دقايق لنهاية الربع الثاني. مالك كمان كان سبقه لاعب بنادي الحكمة مالك حجازي ومع نادي المتحد كمان كريستوف خليل. ارتكب التيرن اوفر هون كريستوف. مش عم نشوف برا هالإعادة للسلة الاستعراضية لأوستن. ويفرلي أوستن هيدي أول سلة لإله بالمباراة. عمر زيدي صعبه عن الكورنر بيسجل ثلاثيه عمر جمال الدين، وبيرجع بعيد التقدم للحكمه 24-22. تايم اوت. ما في فريق سهل السنه ببطوله لبنان، هذا الشيء الواضح. فريق الانطونيه كان فاز على الرياضي بالمناره، فريق الاتحاد ميروبا قادر كمان يعمل مفاجاه، بس يكون فريق كبير مش بيومه قادر حيلا فريق اخر يخطف منه مباراه. هذا الشيء اللي عمله فريق الانطونيه بالمناره مع فريق الرياضي، كمان فرق اخرى كمان قادره تخطف مباريات. هوبس هومنتمن اليوم كمان عم ينافس على الفاينل فور، صراع الفاينل فور رح يكون كثير كبير. نادي الشانفيل كمان رح يكون من الفرق اللي رح تنافس على المربع الذهبي، صراع كتير كبير رح يكون السنة لدخول الفاينل فور ببطولة لبنان. كيف بعد صراع اللقب؟ بعد بكير نحكي عن صراع اللقب، وحتى بكير نحكي عن صراع الفاينل فور. بعد بالمرحلة الخامسة من الريجولر سيزون في فاينل 8 وبعدها فاينل 4. خميسي فريق الحكمة بيرجع على الملعب. أوستن مع رضوان، أحمد إبراهيم، رودريك عقل، وعمر جمال الدين. خماسي فريق ميروبا، كريستوف خليل، مالك حجازي، جون عاصي، إضافة لساماردو سامويلز، ودومينيك ساتن. كريستوف خليل مقطوعة لكن بتبقى أكيد لفريق ميروبا. رجع مذكر هيدي اخر مباراة للاعب فريق الحكمة ويفرلي اوستن، لاعب الارتكاز مترين و11 سنتيمتر، اللاعب الالماني الامريكي ويفرلي اوستن، لاعب نادي السد القطري السابق. ولاعب جامعة اوريغون من عام 2014 كان بدا مشواره الاحترافي مع جامعة اوريغون. مالك حجازي ياخذ البول اب، تسديده صعبة بن مالك، ريباوند لرضوان. ادير ماجوك رح يرجع على نادي الحكمة. فاول
فاول واضح هون على عمر جمال الدين. فاول من جون عاصي. نرجع نشوف الخطا او لا من مالك حجازي الخطا. عمر على الفري ثرو لاين. جمهور الحكمة عم بيوجه تحية خاصة لداعم نادي الحكمة النائب جهاد بكرادوني إلى جانبه الرئيس راغب حديد. جون عاصي دومينيك بياخذ ثلاثية. دومينيك بيسجل عم بيسجل التسديدة الصعبة. دومينيك ساتن نقطه السادسة بالمباراة. بيرجع ميروبا يتقدم. المباراة ما راح تكون سهلة على ما يبدو على لفريق الحكمة. احمد ابراهيم سكرين من اوستن تبع تريو احمد. نايس موف من احمد ابراهيم. دعانا يا احمد عمل كل شيء صعب بس الهين ما عمله صح. ثلاثية جون عاصي ما بيسجل. جون ريباوند لعمر جمال الدين بينطلق سريعا. احمد ابراهيم اوستن بيلعب على ساماردو. معقول هون اوستن كاد يخسر الكرة. رضوان بسرعة بيعطي لرودريجل كمان ما بيسجل عن الثري. اوستن تحت السلة ما بيسجل كمان. مش معقول. لا ضروري يجي اتر ماجوك لفريق الحكمة صراحة. ضروري يكون اتر موجود. يلا جون سلي ساماردو. قالوا الموف اللي بيعمله ساماردو ما في فاول. رضوان وزر لرودريج وسريعا لرودريج لاحمد لاوستن اللي بيسجل هالمره. اوستن نقطه الرابعه. على ما يبدو بحب الكرات الهوائيه اوستن اكثر من الكرات الثابته او يلعب على اللو بوست. بحب تشيل الكره بالجو. هون دخول على الباسكت صعب كان من جون عاصي. الفلوتر ما بيسجل منها وكمان بيرتكب خطا هجومي جون عاصي. اوفنسيف فاول على جون. والتايم اوت لفريق الحكمه اللي متقدم بنقطه بس 26-25 قبل دقيقتين و14 ثانيه يعني هيد الكوارتر الثاني. رجع نذكر المرحلة الخامسة رح تستكمل بكرة. هوبس أنا إس إي 5 إلى ربع. أنطونية بيروت السبت 5 إلى ربع. الأحد أنترني كومنتمنت كمان 5 إلى ربع. كل المباريات رح تتابعوها أكيد لايف على إس بي آي وبيروت سيتي فيسبوك ويوتيوب. كل مباريات بطولة لبنان لكرة السلة. الحكمة باحتفالية خاصة بارم ظهره للملعب. بس أكيد لما يرجع يستأنف اللعب رح يكون كل وجهه على الملعب وهذا الشيء اللي عم بيصير. فريق ميروبا يلي معه لهلا انتصار واحد ببطولة لبنان كان حققه على نادي الـ NSA على ارضه بملعب نادي المركزية بجوني الارض المعتمدة لنادي ميروبا السنة. رودريج عقل بيستلم بصعوبة. احمد ابراهيم
بدافع عليه ديلان سميث. احمد رغم الشيء بيدخل بقوه على الباسكت وبيسجل احمد ابراهيم. هيدي نقطه الخامسه لاحمد. حكمه 28 ميروبه 25. مالك حجازي دفاع زون لفريق الحكمه بلاقي فاضي لجون عاصي ما بيسجل ما عم بيقدر يخرج دفاع الزون فريق ميروبه بالثلاثيات. سليمان رضوان صعب كثير تسديده يا رضوان. ريباوند بحافظ عليها دومينيك وبينطلق بنفسه بالكره. دومينيك لمالك ديلن ديلن ساماردو بيلعب على اللو بوست سبعه اللي كمان دخل على عرض الملعب. دومينيك اخر خمس ثواني ياخذ تسديده صعبه ما بيسجل كمان هون جون عاصي ضيع هجومي عند فريق ميروبا. بالمقابل كمان ما بدنا ننسى التركيز الدفاعي الكبير لفريق الحكمه اللي وقف هجوم ميروبا بالدقائق الاخيره. رودريغ رضوان تحت السله سبعه اللي ما بيقدر يحتفظ ما بيقدر يحافظ على الكره. مالك حجازي دومينيك ساماردو وكمان الدفاع ممتاز من عمر جمال الدين بيعمل ستيل. عمر بيوصل لاحمد ابراهيم يلي بيحصل على الخطا. قلت لكم كثير تحسن دفاع الحكمه. لحظه التمريره باونس باس حلو كثير لاحمد ابراهيم من عمر وتسديدتين على الفري ثرو لاحمد صاحب الخمس نقاط. الكوارتر الاول كان خلص 15-14 لميروبا لهلا بالكوارتر الثاني نتيجه 14-10 للحكمه. بس 10 نقاط سجل ميروبا بهالكوارتر الثاني. كمان يعني هجوميا الحكمه لهلا اكيد كل اللي عم بتابعونا لايف على اس بي اي وبيروت سيتي منهم رادين عن مستوى الفريق. سجل الاول احمد والثاني كمان سبع نقاط لاحمد ابراهيم والتقدم اربع للحكمه 29-25 اخر 24 ثانيه في تايم اوت لكوتش باتريك اللي بده يرسم بلاي أخيرة نستفيد منها بسلة قبل الدخول على الاستراحة. هذه الاجواء بملعب غزير بكاد انطوان شويري. دائما جمهور الحكمه على الموعد بكل المباريات اللي بتصير بنادي غزير ليواكب فريقه. الحكمه اللي عم بينافس السنه على جبهتين كثير مهمين اكيد ان كان بطوله لبنان واكيد بطوله وصل واكيد مع التغيير الاجنبي اللي راح يصير مع بيير جاكسون. رح نحكي عنه لبيير جاكسون اللاعب القادم لنادي الحكمه. بيير جاكسون و عتير ماجوك ورضوان الوضع بعد رح يكون افضل. افضل مسجلين لهلا رضوان سليمان ب 8 نقاط من ناحيه الحكمه، 8 لساماردو سامويلز، 7 لاحمد ابراهيم. كمان عندنا 7 لكريستوف خليل. كان يخسر الطابه هون ضغط دفاع من سيكويكن على دومينيك. تنشوف اذا رح يسجل فريق ميروبا من هالطويله الاخيره بالربع الثاني ام رح يبقى دفاع الحكمه ممتاز بهالربع. ثلاث ثواني مالك
مالك بستيب الصعبة وبلاك شوت كان بوجهه لديلين سميث من عمر جمال الدين. 30-25 عم ينتهي الكوارتر الثاني ومشاهدينا على اس بي اي بيروت سيتي اكيد بتوقف لحوالي 10 دقائق. بنرجع معكم لمتابعه مباراه الحكمه واتحاد ميروبا لايف من ملعب نادي غزير من قاعه اطوان شويري تحديدا. خلوكم معنا لنشوف مين رح يفوز بهالمباراه الثانيه من المرحله الخامسه لبطوله لبنان بين الحكمه وميروبا. We'll be right back.
عودي معكم مشاهدينا لمتابعة الكوارتر الثالث من مباراة الحكمة والاتحاد ميروبا. فريق الحكمة كان عم بيسجل سلة عبر أحمد إبراهيم وعم بيحصل على الأند وان. أحمد كمان عم بيسجل النقطة، صار معه 10 نقاط أحمد إبراهيم، دخل بالدبل فيجرز والحكمة عم بيزيد تقدمه إلى 8 لأول مرة بالمباراة. عم نشوف هالفارق بين الحكمة واتحاد ميروبا. الحكمة اللعب بكورتر تاني دفاعي بس سجل فيه فريق ميروبا 10 نقاط مقابل 16 لأصحاب الأرض. وكمان خليل كريستوف، مش معقول تاني ثلاثية لقاله اليوم. كريستوف خليل عم يلعب مباراة كبيرة أيضا مع 10 نقاط صار معه واثنين ريباوندز، كمان دخل بالدبل فيجرز كريستوف خليل. على الهاف تايم ما كنا عندنا ولا لاعب دخل بالدبل فيجرز، ولا لاعب سجل فوق العشر نقاط. واوستن عم بيحصل على الفاول، ويفرلي اوستن. نرجع نذكر هيدي اخر مباراة له مع فريق الحكمة قبل وصول اللاعب القديم الجديد اتير ماجوك. بنذكر الحكمة عم بيلعب باجنبيين اليوم، اني رضوان سليمان وويفرلي اوستن. جورج ويليامز مش موجود، جاي بدنا منه لاعب هداف عنده كارير كتير كبيره هو بيير جاكسون. عم بيسجل الثاني هون ويفرلي. تقدم 6 للحكمه 34-28. مالك حجازي بوجهه في رودريك. خليل ساماردو 3 ثواني بياخذ تسديده صعبه. كريستوف خليل على الباك بورد بيسجل ثالث ثلاثيه لاله اليوم. تسديده كثير صعبه عم بيسجلها كريستوف خليل وعم بيقلص الفارق لثلاثه بس 34-31، وعم بيسجل نقطه 13 بالمباراه. صار هو هداف الجيم كريستوف خليل، لاعب نادي الحكمه السابق. احمد ابراهيم بيدخل بالترافيك بمرر لبرا. عمر احمد عمر من جديد بخط جديد عن الكورنر الثلاثيه ما بيسجل. ريباوند لدومينيك اللاعب الجديد بصفوف فريق الاتحاد ميروبا، اول جيم له مع فريقه الجديد. عم بيكون بديل لكوري مانيجو. هون البول اب جامبر ما بيسجلها مالك حجازي. رودريك عقل، رضوان رودريك، احمد اوبن ثري، احمد ابراهيم ما بيسجل. التيب من اوستن بتوصل لساماردو. دومينيك عم يلعب على اللوبوست على احمد، لبرا لكريستوف، كمان ثلاثيه جديده لكريستوف خليل ما بيسجل المره. ريباوند عالي لاحمد ابراهيم. احمد بوجهه فيه دومينيك، رجع بيستلم احمد من جديد لرودريك. رضوان سليمان، عمر جمال الدين، 9 ثواني عمر كاد يخسر الكرة، 7 ثواني للحكمة ليأخذ التسديدة. عمر أو سليمان هون بيسجل بصعوبة وبيحصل على الفاول. رضوان سليمان النجم التونسي المخضرم بالوقت المناسب عم بيحط هالتو بوينتس قبل ثانية على نهاية الشوت كلوك لفريق الحكمة. رضوان هيدي نقطة العاشرة، كمان عم يدخل بالدبل فيجرز معه 8 ريباوندز وثلاثة اسيست. فرصة ليزيد رصيده ل 11 نقطة ويزيد تقدم فريقه لستة. سليمان ما بيسجل، تبقى نتيجة 5 نقاط للحكمة. من ناحية الأخطاء ما في لهلا فاول ترابل عند الفريقين، أكثر لاعبين يعني عاملين أخطاء هن خطأين، ما في ثلاث أخطاء على ولا أي لاعب بالمباراة. كريستوف خليل، مالك خد التسديدة كمان ما بيسجل. مالك ريباوند لأوستن. أحمد إبراهيم تابع طريقه على الباسكت ما بيسجل، متابعة من ويفرلي أوستن
اللي عم بيسجل نقطتين جديد بيرفع رصيده لسبع نقاط مع ست ريباونز. صاروا سبع نقاط وسبع ريباونز لانه هيدي التيب اكيد تحتسب اوفنسيف ريباوند. اذا سبعه بسبعه ل ويفرلي اوستن. تقدم سبعه للحكمه. كريستوف خليل بيدخل على البيس لاين بياخذ تسديده صعبه ما بيسجل. رودريج عقل. رودريج بيسلم عزيز. اوستن. رودريج من جديد عم يتحرك افضل فريق الحكمه من بدايه المباراه. عزيز عبد المسيح خمس نقاط لهلا بالجيم. فيك بتابع رودريج بيوصل لردوان اللي بيسجل ثلاثيته الثالثه بالمباراه. كان بدا الجيم بثلاثيتين هالمره عم يسجل الثالثه عم بيرفع رصيده ورا 13 نقطه مع 8 ريباوندز و3 اسيست. والحكمه عم بيتقدم لاول مره بعشره. دومينيك ساتن. دومينيك اليوم معه ست نقاط لهلا كمان ستيل وزون اكيد قطعت الكره نص الملعب. تورن اوفر على فريق ميروبا. سايد بول للحكمه. رودريج. رضوان سليمان. رضوان عم بيلعب على دومينيك. كان ثانية للشوطة. تسديدة صعبة من أحمد إبراهيم ما بيسجل. أوفنسيف ريباوند. الصراع بيحسمه مالك أمام أوستن. ديلان سميث لساتن. طويلة لحد لناحية كريستوف خليل. ساماردو دبل تيم عليه. خمس ثواني. ديلان صار على الخطأ. ديلان سميث قبل سنتين فاصلة أربعة على ال كلوك فايوليشن. سايد بول. ديلان سميث. كريستوف خليل. مالك بياخذ عن الكورنر ثلاثية بيسجل هالمرة. مالك إعجازي كمان اللي بنذكر كان عنده تجربة مع فريق الحكمة وعم بيقلص فيها الفارق لثمانية. احتسبت نقطتين بيقول الحكم وليس ثلاث نقاط. نقطته أو هيدا أول سلة لمالك بالمباراة. رودريج بياخذ بول أب جامبر. رودريج قصيرة تسديدة رودريج. رودريج عقل اللي بعد ما سجل بهالمباراة. اسمعوا تو ريباوندز وخمسة اسيست. ديلان سميث يسار على الفاول كمان. بين نقط تقدم الحكمة قبل أربع دقايق 15 ثانية عن نهاية الربع الثالث. تسديدة صعبة هون من ديلان. بيسجل ديلان سميث. خلص الفارق. كان الفارق 10 صار فارق 5 بعد ثنائية مالك وثلاثية ديلان سميث. من 41 31 ل 41 36. أوستن بيسلم أحمد عم يلعب على اللو بوست. فيك من رضوان وفي فاول خطأ من دومينيك ساتن على رضوان سليمان. عمل فيك ليدخل على البيس لاين. عم نشوف خطأ من دومينيك. سيكويك يوصل لرضوان سريعا لأحمد. أحمد لعزيز. عزيز بيلاقي رضوان مرتاح بس كانت ال 24 ثانية انتهت. أول 14 ثانية سلة غير محتسبة لرضوان. فارق 5 منه هين أبدا فريق ميروبا.
سميث كمان مالك اون اوبن 3 بسجلت لهالمره ثلاثيه مالك حجازي والمره احتسبت ثلاثيه لألو. السله السابقه كانت ثنائيه كان داعس على اللاين هالمره ثلاثيه والفارق عم بينزل لنقطتين 8-0 ران لفريق اتحاد ميروبا كان سكور 41-31 حاليا 41-39 رضوان بيسجل ما بيسجل تحت السله اوستن مش معقول مش معقول هيك سله يضيعها مش معقول هيك سله يضيعها ويفرلي اوستن طوله مترين و11 سنتيمتر اللاعب الالماني الامريكي برجع بذكر هي اخر مباراه له مع الحكمه ويفرلي بيستلم عش سوينا للحكمه ودي حاج موسى لا احمد بيسلم رضوان بيلعب على لو بوست رضوان بيرجع لاحمد ثلاثيه احمد ابراهيم كمان ما بيسجل دعانا كانت قريبه ساتن بيلعب على رضوان دومينيك ساتن ساتن دبل تيم بيخسر الكره بيرجع بيحتفظ فيها تسديده صعبه ريباوند لاحمد ابراهيم وانطلاقه الحكمه مع رضوان سليمان بشوف اوه سوء تنسيق هون كان عم بيحاول يوصل الكره لعزيز عبد المسيح وتبديل عند الحكمه عوده باسل حرفوش بدلا من احمد ابراهيم نقطتين الفارق بس بين الحكمه وميروبا قبل دقيقتين و15 ثانيه على نهايه الربع الثالث يمكن كتار ما كانوا ناطرين هالنتيجه سميث بوجهه في رضوان بيحتفظ بالطابه سميث لوقت طويل سبع ثواني سميث بياخذ هو تسديده وكان دعس على اللاين تورن اوفر على ميروبا عن ما عمل الهزيتيشن ليدخل على البيس لاين كان اوريدي دعس على اللاين سيكويك عم يمشي الطابه هو لفريق الحكمه بوجهه في مالك حجازي اوستن عزيز لباس الحرفوش عزيز بيدخل على الباسكت عزيز بيحاول يمرر لرضوان واوبن 3 لباس الحرفوش اللي دايما ما بيخزو الفريق وعند ما يدخل عرض الملعب باس الحرفوش واكيد جمهور الحكمه دايما عند كل سله وكل لقطه ايجابيه بيقوم فيها لفريق الحكمه جاهز ليغني له باسل هيدي نقطته السادسه كانت 44-39 دي 14 ثانيه بعده سكور واطي بالجيم ساماردو سامويل ساماردو ما بيسجل صراع الكرة تبقى الكرة مع ساماردو اوه ضربة هون اكيد عن غير قصد من ساماردو لعبو وجهه لسيكويك سلامات لرودي نرجع بنشوف صراع الكرة ولحظة هون اوه بيكوعه سام رودي صبلى عليه ما بو شيء ابدا على كل حال تبقى الكرة لصالح الاتحاد ميروبا هيدا كان الخطأ احتسب خطأ على سيكويك خطأه الثالث أول لاعب بيعمل ثلاثة فاول بالمباراة كريستوف خليل اوه فروم داون تاون هون كثير بعيدة التسديدة كانت من ديلان سميث ديلان مرة جديدة بيستلم لكريستوف خليل بيعمل الفيك ديلان خمس ثواني بياخد تسديدة صعبة كمان وبيسجل هالمرة ديلان سميث ثلاث نقاط لفريق الاتحاد ميروبا اللي عم بيقلص الفارق لنقطتين بس عزيز بحاول يرد على الباك بورد بيسجل عزيز عبد المسيح نقطتين لعزيز بيدفع رصيده لسبعة والفارق أربعة 46-42 بآخر ثواني الكوارتر الثالث
دومينيك استلم الكره من جديد، بياخذ بول اب جامبر. دومينيك بسجل بكل ثقه رغم المضايقه الدفاعيه من عزيز عبد المسيح. دومينيك ساتن نقطه الثامنه بالجيم، اول مباراه له ببطوله لبنان مع فريق الاتحاد ميروبا. سيكويك اخر ثواني بيتابع طريقه، سيكويك بتعرض للبلوك شوت من ساماردو، ونهايه الربع الثالث بتقدم الحكمه بنقطتين بس على الاتحاد ميروبا 46 44. ما في فريق سهل ابدا السنه، الفرق اللي عم تستفيد من نظام ثلاث اجانب قادره تخطف جيم من حيلا فريق من التوب فور او التوب ثري اذا بدكم تسموهم، وشفنا هيدا الشيء هالموسم بالمناره. الانطونيه خطف فوز من النادي الرياضي، بس يكون الفريق الكبير مش بيومه خاصه هجوميا ممكن كثير ينخطف منه مباراه. بس على كل حال بعد في كوارتر وقادر فريق الحكمه يفرجي بعد صوره مختلفه بهالربع الاخير، بوقت كمان ميروبا قادر يخطف انتصار ثاني له هالموسم. بس اكيد بدنا نرجع دائما نذكر الحكمه بغياب كريم عز الدين الموقوف مباراتين من بعد احداث مباراه نادي بيروت بالشياح، وكمان عم بيلعب باجنبيين مش بثلاثه اليوم. جورج ويليامز منه موجود، واوستن عم بيلعب اخر مباراه له، ثنائي اجنبي جديد راح يكون مع الحكمه بالايام القليله المقبله. اللاعب القديم الجديد لاعب منتخب لبنان السابق كمان أتير ماجوك وبيير جاكسون. وبس نحكي بيير جاكسون لاعب بوينت جارد منه طويل، متر 79 سنتيمتر، بس عنده بالماريس كبيره، لاعبين باهم الدول من بينها تركيا مع فنربخشي، لاعبين بالان بي اي كان درافتد بس بلش مع فريق اتلانتا، لكن كان عنده تجربه كمان مع فريق دالاس مافريكس موسم 2016 2017، لعب بالصين مع جزين جيانغ فلاينج تايجرز ووهان كونفانغ، بالموسم الماضي كان مع نادي ووهان. عفوا كان السكند راوند بيك 42nd اوفرول بيك من فريق فيلادلفيا وليس فريق اتلانتا بعام 2013. اللاعب جاكسون بيير جاكسون بوينت جارد 32 سنه 179 سنتيمتر، هداف كبير يقال عنه. كريستوف خليل، كريستوف تابع طريقه على الباسكت يعمل الفيك وفي ووكينج تيرن اوفر على ميروبا، دخل بالترافيك كريستوف خليل، يعني كان في ثلاث لاعبين عليه، لعبه شوي سيلفش هون الطابه. لاحظوا ثلاث لاعبين عمل الفيك بس اوريدي كان ارتكب الووكينج قبل. رجع على الحكمه عزيز عبد المسيح، رودريك عقل، باسل بياخذ الثلاثيه بكل ثقه، باسل حرفوش، مش معقول باسل حرفوش شو هالامباكت الكبير اللي بيعطيه بس يدخل على ارض الملعب، دايما جاهز دايما جاهز ليساند فريقه من كل المسافات. ساماردو عم يلعب على اوستن، اوه خطا هون افتكرتها اوفنسيف على ساماردو بدايه، بس الحرفوش صار معه 9 نقاط بالجيم. الحكمة عم يتقدم بخمسة. مالك اوت اوف باوندز لصالح دومينيك، ديلن لكريستوف خليل، كريستوف خمس ثواني بياخذ تسديدة ثلاثية، كريستوف خليل كان يسجل هون، والريباوند بيأمنها رودريك عقل. ثلاثية عزيز عبد المسيح
بوقتها تماما. عزيز كمان ريباوند مسيطر عليها رضوان. ثلاثيتين الحكمة راح زرجوا عنده الفارق 8 بلحظات. عزيز كمان هل راح يسجل على الكورنر؟ مش معقول عم بيعملوا عزيز عبد المسيح، مش معقول يا عزيز عبد المسيح. 13 نقطة، 13 نقطة لعزيز. ثلاثيتين على التوالي ما بيجيب برا بغزير. ثلاث ثلاثيات للحكمة، وحدة لباسل واثنين لعزيز. ولاحظوا الفارق وين صار، 55-44. كان الفارق نقطتين، صار الفارق 11. 9 نقاط للحكمة من ثلاث ثلاثيات. كيف رح يرجع يلعب دفاع فريق ميروبا؟ هل رح يغير السيستم باتريك سيبا؟ بعد ما شاف فريق الحكمة عم بيحط الثلاثيات على عكس بداية المباراة، أو خاصة يعني شفنا أوكي 2-3 بوينتس لرضوان، وحدة لعزيز بس من بعدها، أو وحدة كانت لأحمد إبراهيم بس من بعدها الحكمة ما كان عم بيشوت بنسبة عالية عن الثري. لهلا الحكمة عن 3 بوينتس بالمباراة، عنده نسبة 43%، نسبة كتير مهمة. نسبة الحكمة عن 3 أعلى من نسبته عن 2 بوينتس. عن 2 بوينتس 37%، عن 3 بوينتس 43%. سميث سكرين من ساماردو، حجازي على الكورنر، كريستوف خليل، كريستوف يتابع طريقه بيصل على الفاول. كريستوف خليل خطأ على كريستوف، وبعد ما في ولا اي فاول ترابل عند فريق ميروبا، ولا لاعب حتى بميروبا مرتكب ثلاث اخطاء. هناك اربع لاعبين مرتكبين خطأين ولاعبين مرتكبين خطأ واحد. ساماردو نايس موف تحت السلة، حلو كتير هالموف من ساماردو سامويلز على ويفرلي أوستن. لاعب عنده خبرة كتير كبيرة، لاعب ارتكاز مميز، متر وثمانية سنتيمتر، 34 سنة. ساماردو سامويلز، عزيز هل راح يسجل التالتة بهالكوارتر؟ عزيز تبع طريقه، عزيز على الباك بورد ما بيسجل هالمرة. صراع الريباوند، أوستن بيحافظ على الطابة لكن ما بيسجل، ما في خطأ. مالك كان لازم تكبلها برا يا أوستن، ما تلعبها أنت. فرق 9. دومينيك برد بثلاثية، 5 نقاط على التوالي لفريق الاتحاد ميروبا. الفارق عم بيرجع ينزل لست نقاط من بعد ما كان 11. مباراة بعد ما فيها شيء، 6 دقايق و50 ثانية. رودريك عقل، باسل سكرين منه أوستن. باسل حلو كتير تمريرتك يا باسل لصالح عزيز. رضوان بياخذ الثلاثية ما بيسجل، وعالي كتير على الريباوند كان كريستوف خليل. تمريرة كانت كتير حلوة من باسل لعزيز، بس عزيز فضل يمرر لرضوان. بيطلع ليرتاح عزيز. واحمد ابراهيم بيرجع عرض الملعب، وعمر جمال الدين ناطر دوره. ديلن فاول من اوستن على ديلن سميث. عند فريق الحكمه في 4 أخطاء على باسل حرفوش، 3 أخطاء على سيكويك، و3 أخطاء على أوستن. ميروبا مرتاح، ولا لاعب حتى معه 3 أخطاء عنده.
تبع طريقه سميث بطريقه ذكيه كان عم بيحطها على البورد، لكن المتابعه الاستعراضيه من دومينيك ساتن يلي عم بيقلص الفارق لاربع نقاط بس. غريبه هالمباراه، الحكمه بيعمل فارق بيرجع ميروبا بيلحقه، بيرجع ميروبا بيسجل خمسة أو سبع نقاط على التوالي، بيرجع الحكمة بيعمل فرق. لنشوف شو راح يكون رد الفريق الأخضر بعد ما كان الفارق 11 نقطة، الفارق أربع نقاط بس. سبع نقاط على التوالي للاتحاد ميروبا. أكيد كان بدها وقت مستقطع للكوتش جاد الحاج. كلوز جيم بغزير. حكمة الفريق الوحيد يلي بعده من دون أي خسارة وصولنا للمرحلة الخامسة من بطولة لبنان. برجع مذكر اليوم بغياب كريم عز الدين، بغياب كمان الأجنبي الثالث، وبانتظار وصول الثنائي أتيل ماجوك وبيير جاكسون. رودريك عقل، مضايقة دفاعية من مالك لعمر، تو بوينت جاردز عم يلعب فيهم حاليا الكوتش جاد الحاج. رودريك وعمر كان يخسر الطابة هون رضوان. احمد ابراهيم بياخذ بول اب جامبر، احمد بيسجل ماني تايم بلاير احمد ابراهيم. بس يكون مركز ما في شيء بيوقف بوجهه. 12 نقطة لاحمد. بلوك شوت، بلوك شوت من عمر، وعم بيطالب اكيد فريق الحكمة انه تكون الكرة لمصلحته. عم بيقول اكيد الكوتش جاد الحاج ان الكره لمست ساماردو او لمست دومينيك هي وعم تطلع. المشكله انه الحكام بدهم يطلعوا لعنا اذا بدهم يشوفوا الكره الاخيره. صرنا قاعدين شوي بعيد، غيرنا اللوكيشن تنقدر نكون عم يطلع الصوت بشكل طبيعي على عكس اول تو كوارترز كنا قاعدين مباشرة تحت جمهور الحكمة. رودريك، عمر، احمد ابراهيم، احمد عش صبيني بياخذ الثلاثية. احمد ابراهيم ما بيسجل هون، سرعة شوي كانت تسديدته لاحمد. ست نقاط تقدم الحكمة. مالك حجازي اخترع على السلة، مالك بيصل على الفاول وكاد يسجل اند وان. مالك حجازي اللاعب اللي برز بداية مع فريق المتحد طرابلس. خطأ على رودريك. عم بيسجل الأولي مالك حجازي، عم بيقلص الفارق من جديد لخمسة. عم بيسجل الثانية كمان مالك، الفارق أربعة. خمس دقايق و12 ثانية لنهاية المباراة. المباراة الحماسية اللي عم نعيشها معكم لايف مشاهدينا على اس بي اي وبيروت سيتي من ملعب غزير من قاعة أطوان شويري بين الحكمة وميروبا. الموف هون ليه عم تعمل هالموف بالعكس يا أوستن؟ وين رايح بالطابة يا زلمة؟ عملت اليمين الموف، هاي الميلة فاضية. خطأ
عمر جمال الدين بيطلع يرتاح، عزيز بيرجع اكيد شايف كوتش جهاد الحاج انه عزيز موفق عن 3 بوينتس، بفضل اكيد انه يكون موجود معه باخر 4 دقائق و46 ثانيه. سجل الاولي ديلان سميث، ما بيسجل الثانيه. اوستن على الريباوند، اوستن صار معه 13 ريباوند اليوم مع 7 نقاط. رودريغ رضوان حلوه كثير، تمريره لاوستن بيقطعها بزكا ديلان سميث، ديلان تابع طريقه بيوصل لكريستوف يعمل الفيك بيخترق على السله، كريستوف خليل كيك اوت لمالك حجازي، ساماردو عم بيلعب على اوستن بمرر لكريستوف ما بيسجل، طريقه غريبه كريستوف خليل يحتفظ بالكره، الكره لمست الريم. 14 ثانيه جديده لفريق ميروبا، تسديده صعبه من سميث، ديلان سميث نقطه 13 يمكن اهم سله لاله بالمباراه. التعادل الكامل مشاهدينا على اس بي اي بين الحكمه والاتحاد ميروبا 57-57 قبل 4 دقائق عن نهايه المباراه، ما حدا كان ناطر هالسيناريو. عزيز ثلاثية جديدة بعيدة هالمرة من عزيز، ريباوند لديلان صار معه 4 ريباوند، ديلان مع 14 نقطة و2 اسيست. شو هالمباراة هيدي؟ كريستوف خليل، ساماردو بيعمل الموف لبرا لدومينيك ساتن، بول اب جامبر من دومينيك ساتن بيسجل دومينيك، وميروبا عم بيتقدم على الحكمه لاول مره من فتره كثير طويله 59-57. تايم اوت اكيد للكوتش جاد الحاج. ميروبا اللي كان متاخر ب 11 نقطه بهالربع الاخير قدر يعوض الفارق ويرجع تباعا على المباراه بوقت شفنا ضياع هجومي عند فريق الحكمه بالفترة الأخيرة. بهالكوارتر لهلا فريق ميروبا مسجل 15 نقطة، الحكمة مسجل 11. وحتى بالكوارتر الثالث كان ميروبا مسجل نقاط أكثر من الحكمة 19 مقابل 16. أول تو كوارترز يعني كان انتهى اول كوارتر ميروبا 15-14، ثاني كوارتر 16-10 للحكمه. وصلت كثير نسبه التسديد عند فريق الحكمه لهلا بالجيم بال 2 بوينتس 36%، بال 3 نزلت من 43% ل 38%، والفري ثروز 5 من 10 للحكمه. هاردون ريباوندز متعادلين تقريبا 36-37، بالتورن اوفرز 11 على الحكمه 12 على ميروبا. والمباراة مثل ما شايفين كمان كثير كلوز 59-57، 3 دقائق 22 ثانية. أفضل المسجلين يعني حتى أفضل مسجل بالجيم معه 15 نقطة وهو دومينيك ساتن، كمان عم بيعمل هون الستيل عم بيتابع طريقه على السلة دومينيك وعم بيسجل الأند وان. دومينيك ساتن النقطة ال 16 اند 1 بوقت كثير كثير مهم لفريقه. الفارق 4، تقدم الاتحاد ميروبا قبل 3 دقائق و12 ثانية وفرصة ليصير 5 مع الاند 1 لدومينيك ساتن. دومينيك بسجل 62-57. واو شو عم بيصير بغزير عزيز، رودريغ بوجهه في ديلان سميث، دايما رضوان سليمان عم بيلعب على دومينيك، رضوان بيحصل على الفاول من دومينيك، في كثير تراش توك على كل حال بيناتهم طوال المباراه بين دومينيك وبين رضوان. تو شوتس
انتظار اكيد القرار الحكام النهائي. نرجع بنشوف اللقطه معكم على اس بي اي مشاهدينا. رضوان في بوشينج فاول كان واو، يعني تصور خطا واضح. تو شوتس اذا ما راح تكون من برا. خطا واضح كان على على وقت ما كان رضوان عم بياخد التسديدة على السلة، بزكا دغري أخذ التسديدة على السلة رضوان بس شاف انه عمل خطأ عليه وعم بيسجل. رضوان سليمان نقطته ال 14 ونقطته ال 15 مع 9 ريباوند وأربع أسيست. الفارق عم بيزل لثلاثة قبل ثلاث دقايق من نهاية الجيم. دفاع ضاغط من فريق الحكمة. كيف رح يتعامل مع الضغط فريق الاتحاد بيروبا؟ كرة بيستلمها بصعوبة، ملك قد يغسلها امام عزيز. ملك حجازي. دومينيك ساتن. لمالك. ضغط جمهور الحكمة كمان على لاعبي ميروبا. مالك لسامويلز. كريستوف خليل تسديد ثلاثية بعيدة ما بيسجل. ريباوند اوفنسيف ريباوند لدومينيك ساتن. وفي فاول نشوف إذا رح نشوف الإعادة شو صار باللقطة الأخيرة، يعني ما كانت كثير واضحة. هل في خطأ على رضوان سليمان؟ اوكي التقط الاوفنسيف ريباوند هون دومينيك. رضوان في خطا كان من رضوان على دومينيك. اذا بنرجع بنشوفها هون الفاول، بس التقط الاوفنسيف ريباوند دومينيك. اذا فينا نتابعها بعد من بعد ما التقط الاوفنسيف ريباوند، الحكم بيعتبر انه في خطا كان من رضوان على دومينيك ساتن. بدنا نرجع لاستئناف المباراة. تو شوتس. الخطأ إذا احتسب على رضوان سليمان، وكل خطأ راح يكلف الحكمة. راح يكلف الحكمة تسديدتين. دومينيك بيسجل الأولى. وسع الفارق لأربعة قبل دقيقتين و25 ثانية. دومينيك الصفقة الرابحة لفريق ميروبا بأول مباراة له ببطولة لبنان مع فريقه الجديد. عم بيعمل بيج جيم دومينيك ساتن.
افضل مسجل ب 20 نقطه و11 ريباوند، عمل الدبل دبل اليوم بوقته وبالمباراه يلي اكيد اذا فاز فيها فريق بيروبا رح يكون عم بيعمل انجاز كثير كبير. ما بسجل بس الحرفوش على الثري. دقيقتين وخمس ثواني، خمس نقاط تقدم ميروبا على الحكمة. هل رح تصير المفاجأة الثانية السنة ببطولة لبنان بعد فوز الأوطونية على الرياضي بالمنارة؟ رح نشوف ميروبا عم بيفوز على الحكمة بغزير ستيل من رفيق عقل. أحمد لباسل عزيز عن الكورنر، ثلاثية عزيز ما بيسجل منه. رودريج أوفنسيف ريباوند، رضوان لرودريج من جديد، 10 ثواني. أحمد إبراهيم تبع تريو على السلة، أحمد بإيده الشمال ما بيسجل، واللي بيسيطر على الكرة وعلى الريباوند هو دومينيك ساتن نجم المباراة. الريباوند رقم 12 لدومينيك مع 20 نقطة اليوم، نجم المباراة من دون أي منازع. حجازي كريستوف خليل، ثلاث ثواني، ثانيتين، عم بيضيع الوقت ميروبا، الوقت أهم من السلة. كريستوف خليل دقيقة 10 ثواني، الفارق خمسة. جمهور الحكمة بعده ما فقد الأمل. رضوان سليمان، هل رح يختار التسديدة الثلاثية فريق الحكمة؟ عزيز اخترق على السلة، عزيز بيحصل على الفاول وعم بيطالبه تكون كاونتد لأنه كان لمس ساماردو على ما أظن الرم أو حتى الشبك. هنرجع نشوف الإعادة، ساماردو لمس الشبك، وإذا لمس الرم رح نشوف إذا رح تكون كاونتد. عم يطلب أكيد الحكم يرجع يشوفها. حكام المباراة اليوم الثلاثي بولس أيم، زياد طنوس وجورج سعد. نشوفها كمان معكم مرة جديدة مشاهدينا على اس بي اي وبيروت سيتي. اختراق عزيز، الخطأ اللي حصل عليه، ولاحظوا ايديه لساماردو. بتصور حتكون كاونتد، بتصور حتكون كاونتد. واضحة. بانتظار قرار الحكام النهائي. كاونتد سلة لا عزيز عبد المسيح، وإذا سجل الأند وان ساماردو هون ما بعرف شو صار معه، منه أبدا راضي عن القرار. وتكنيكال فاول على ساماردو سامويلز، تكنيكال فاول على ساماردو سامويلز بوقت كتير حساس قبل 58 ثانية وفريقه متقدم بثلاث نقاط. وعم بيطلب منه الحكم مغادرة أرض الملعب، ديسكواليفايد ديسكواليفايد، طرد ساماردو سامويلز من أرض الملعب. هل رح يكون ساماردو سبب بضياع انتصار تاريخي للاتحاد ميروبا على ارض ملعب غزير؟ هذا ساماردو اكيد بده يكون خارج الملعب لقدر يتابع فريقه المباراه. عزيز مسؤوليه كبيره عليه، عم بيسجل عزيز الاند وان بدايه، فارق نقطتين. الفارق نقطتين 64-62. جون عاصي بيدخل على الملعب عند فريق الاتحاد ميروبا. جون معروف بتسديداته الثلاثية. عزيز عم بيسجل التكنيكال فاول هون، أول وحدة. الفارق نقطة. كوتش باتريك سيبا كمان عم بيحتج.
أكيد احتجاج كوش باتريك يمكن يكون مدروس لأنه عم بيضيع له تركيزه لعزيز عبد المسيح. بكل حال شو ما كانت نتيجة المباراة، فريق ميروبا اليوم قدم مباراة رائعة جدا جدا. عزيز كمان عم بيسجل الثاني، 3 من 3 عن فري ثروز وعم بيعادل الأرقام 64-64. تايم اوت. أعصاب من حديد لعزيز. رجع منشوف كنا رياكشن ساماردو. اللي تم طرده اكيد من ارض الملعب. هل رح تكون هي التيرنينج بوينت لفوز فريق الحكمة اليوم بهالمباراة الصعبة جدا؟ الحكمة اللي عنده معدل حوالي 80 نقطة بالمباراة الواحدة ببطولة لبنان، 79.2 تحديدا، اليوم مسجل بس على أرضه 64 نقطة. بوقت فريق ميروبا عنده معدل 71.2 بالمباراة الواحدة أو فاصلة 7. ديلن سميث و دومينيك ساتن الثنائي الأجنبي عند فريق ميروبا. ديلن تابع طريقه على السلة، ديلن بيخسر الكرة، تيرن اوفر على فريق الاتحاد ميروبا. 46 ثانية جنونية رح نعيشها معكم مشاهدينا على اس بي اي بيروت سيتي بين الحكمة والاتحاد ميروبا والتعادل 64-64. هل رح يسجل الحكمة؟ عزيز لا باسل رضوان، مين رح ياخذ ديسيجن؟ رودريك عقل، احمد ابراهيم تابع تريو على السله، احمد في اوفنسيف فاول من احمد ابراهيم على دومينيك ساتن. خطا هجومي، بنرجع بنشوف احمد دخل بايده الشمال على الباسكت، وقف في المكان الصحيح دومينيك، اخذ التشارج. تيرن اوفر على الحكمه و 31 ثانية فاصلة 6 كرة مع فريق ميروبا والتعادل سيد الموقف. هل رح نشوف اوفر تايم؟ الاوفر تايم ما رح يكون لمصلحة فريق ميروبا يلي خسر ساماردو سامويلز. دومينيك مالك، ديلن عاصي ما بياخذ التسديدة، دبل تيم على جون مقطوعة، رودريك عقل اخر هجمه الحكمة، اذا سجل الحكمة بيفوز. رضوان باسل، رضوان رودريك، 6 ثواني، 5، رضوان هل ياخذ الثلاثية أم رح ياخذ التسديدة؟ لا يا رضوان، آخر محاولة لفريق ميروبا والتعادل مع نهاية الوقت الأصلي مشاهدينا على اس بي اي 64-64. الحكمة ضيع فرصة ذهبية إنه يحسم المباراة بالثواني الأخيرة، مثل ما قبلها كمان كان ضيع ميروبا فرصة التقدم. مباراة صعبة كثير عم بتكون على فريق الحكمة، ما حدا كان ناطر يمكن انه نشوف هالنهاية، البعض افتكر انه الحكمة رح يفوز اليوم رغم غياب كريم عز الدين ورغم رحيل اكيد جورج ويليامز وعدم وجود اجدى بتارت بالفريق، بس الحكمة بيضل الحكمة مع لاعبين محليين ممتازين جدا، لكن اللي عم يعملوا فريق ميروبا اليوم عن جد استثنائي. ومثل ما قلنا دائما بهالبطولة المفاجآت دائما واردة، كنا شفنا مفاجأة هالموسم فوز الأنطونية على فريق الرياضي بالمنارة، فريق ميروبا كان على بعد ثواني انه يعمل هالمفاجأة لولا خروج ساماردو سامويلز ديسكواليفايد. واكيد استفاد فريق الحكمة من 3 فري ثروز، كان واحدة منهم اند وان اكيد لعزيز، وبعدها 2 سجلهم كلهم.
لكن بالثواني الأخيرة من المباراة ما حدا قدر يحسم. أفضل مسجل بالجيم أكيد بعده دومينيك ساتون بعشرين نقطة و13 ريباوند دبل دبل لدومينيك. من ناحية الحكمة رضوان سليمان معه 15، عزيز معه 18 نقطة، هو أفضل سكورر عند الفريق الأخضر. عزيز عبد المسيح اللي بيستلم الكرة من الهاف كورت، رودريغ عقل، رودريغ بوجهه في جون عاصي، احمد ابراهيم، رودريغ، عزيز اخترع على السلة، عزيز مش لحدا، عزيز تعرض لمضايقة دفاعية ما قدر يوصل التمريرة للكورنر. تون اوفر جديد، مباراة صعبة صعبة صعبة. شابو لفريق بيروبا ولا كوتش باتريك سيبا كمان. ساتن دومينيك يخسر الكرة، دومينيك كاد يخسرها، ما في ووكينج الا مسعى رضوان. مالك خمس ثواني، مالك حجازي بياخذ البول اب جامبر الصعبة، مالك حجازي بيسجل بصعوبة، مالك سلة كثير مهمة له ولفريقه. النقطة التاسعة على مالك مع خمسة ريباوندز وأربعة أسيست بالمباراة. 66-64 تقدم بيروبا. عزيز، رودريغ، احمد ابراهيم، احمد تبع تريو على السله، احمد كيك اوت لعزيز، ثلاثيه عزيز عبد المسيح ما بيسجل، احمد على الاوفنسيف ريباوند تحت السله بيحصل على الفاول. احمد ابراهيم صاحب 12 نقطه اليوم مع 3 ريباوندز و2 اسيست. عم نشوف الإعادة، الكيك اوت لعزيز، بسجل عزيز، اوفنسيف ريباوند لاحمد ويحصل على الفاول عند بيروبا. دومينيك ساتن صار معه 4 اخطاء بسجل احمد. هون كان دخل قبل ديلن. anyway ما بيسجل الثانية. 66-65 تقدم ميروبا. دومينيك ساتن رجع بيستلم من كريستوف. دومينيك عم بيلعب على احمد، بياخذ سبيس، بياخذ البول اب جامبر، مش معقول. حلوة كثير هاللقطة. دومينيك ساتن كيف اخذ السبيس لحاله، فضى حاله من احمد ابراهيم وسجل 2 بوينتس 3 نقاط. ميروبا عم بيتقدم. ووكينج على رضوان سليمان، تورن اوفر مش بوقتها ابدا لفريق الحكمه قبل 3 دقائق و11 ثانيه. نرجع نشوف شو عمل رضوان. بس استلم الطابق يعمل ستيب. 3 نقاط، تسديدة صعبة كثير، فيها جامبلينج كثير كان تسديدته، بس فعلا كريستوف خليل عم بيلعب كمان مباراة كثير كبيرة اليوم، لكن وقع بفخ التورن اوفر رغم الاوفنسيف ريباوند الصعبة اللي جابها كريستوفر. وقع بفخ التورن اوفر من بعد ارتكب الووكينج. نرجع بنشوف من الإعادة أحية قبل ما يرجع يسيطر على الكرة، كان عامل ستيب كمان من دون دريبل. عزيز، احمد، رودريغ، رضوان ما بياخذ الثلاثية، رضوان تابع تريو على السلة، سليمان فاول باسكت لرضوان سليمان. 17 نقطة لرضوان. Thank you.
فرصة الاند وان لمعادلة الارقام قبل دقيقتين و32 ثانية. بسجل الاند وان رضوان سليمان 18 نقطة. تبديل عودة اوستن ويفرلي اوستن عرض الملعب بدلا من باسل حرفوش. اليوم الحكمي باجنبيين ان ويفرلي اوستن ورضوان سليمان. كريستوف خليل تعادل 62-62. كريستوف وجهه لرضوان بيلعب عليه بتبع طريقه. كريستوف خليل اسرع منه لرضوان عم بيسجل 2 بوينتس. كريستوف كمان واحد من نجوم المباراة اليوم لاعب نادي الحكمة السابق. اوستن ما بيقدر يستلم، بيستلم احمد كيك اوت لعزيز. عزيز بتابع طريقه مش لبط كتير. ستيل من ملك حجازي. ملك لجون عاصي فضل ما يطلع الباسكت. جون فريقه متقدم، الثواني اهم. ملك ديلن سميث. ديلن تبع طريقه ديلن وبيحصل على الفاول مع تو شوتس. دقيقة 51 ثانية، هل رح نشوف اوفر تايم تاني؟ منذكر ميروبا كان خسر جهود لاعب ارتكازه ساماردو سامويلز بالدقيقة الأخيرة من الكوارتر الرابع. ديسكواليفايد. مسجل الأولي هون ديلن. نقطه 15 مع 4 ريباوندز و2 اسيست. كانت ستيدة بيسجل كمان ديلن سميث وعم بيكبر الفارق لثلاث نقاط لصالح ميروبا. او اربع نقاط عفوا، 72-68 اربع نقاط تقدم ميروبا اللي رجع يقترب مرة جديدة انه يعمل المفاجأة ويفوز بغزير. تسديدة رودريك ما بيسجل. رودريك بيجي بيحصل على الطابة. 14 ثانية جديد للحكمة. بس الحرفوش رودريك بين ثواني للشوت كلوك. دقيقة 23 ثانية نهاية المباراة. رودريك ثلاث ثواني بياخذ تسديدة صعبة. رودريك عاقل ما بيسجل. وصراع الريباوند عزيز بيحسمه. 14 ثانية كمان للحكمة. بس الحرفوش على الباك بورد عم بيسجل باسل وعم بيقرز الفارق لنقطة لنقطتين 70-72. دقيقة 5 ثواني على نهاية المباراة. ثلاثية دومينيك خاطر فيها كثير. دومينيك كثير خاطر فيها التسديدة، كان معه وقت بعد. عزيز اوبن 3 عزيز عبد المسيح ما بيسجل. الريباوند بيحسمها كريستوف خليل بيوصل لدومينيك ساتن اللي بيعطي لصانع العابه مالك حجازي. مالك يخسر الكرة. مالك ما في فاول. اوستن لرضوان اللي بيرتكب عليه الفاول ديلن سميث. شو هالمباراة، مش معقول. شو هالماتش القوي اللي عم نعيشه معكم اليوم من غزير. ما حدا كان ناطر هيك نهايه بين اتحاد ميروبا ونادي الحكمه. مباراه كتير كبيره لفريق ميروبا وبعده قادر يعمل المفاجاه ويحقق الانتصار اليوم بغزير. رضوان عم بيسجل ويقلص الفارق لنقطه واحده 72-71. رضوان سليمان تاني تسديدة كمان. 35 ثانية فاصلة ستة بوسيشن لميروبا. اوف، اللي ما عنده اعصاب ما يحضر. ديلن سميث. ديلن من ثواني. ديلن سميث عم بيلعب على رودريك. ديلن عم بيلعب على حاله. ديلن لا لمالك. مالك بيخسر الطابة بشكل غريب. ثانية لمالك. تسديدة صعبة كتير من ديلن سميث والوقت بعده ماشي. الوقت بعده ماشي. أكيد رح الحكم يرجع بتصور يصلح هذا الموضوع. المحاولة الأخيرة
راح تكون للحكمة مثل ما كانت للحكمة مع نهاية المباراة بوقتها الأصلي، لكن الحكمة ما سجل وقتها. هالمرة كمان الفرصة للتسجيل والفوز. هل راح نشوف اكسترا تايم تاني او اوفر تايم تاني بالمباراة؟ كل شيء وارد. من ناحية الأخطاء، لاعبين عند فريق ميروبا بأربع أخطاء، ومعهم لاعب أكيد صار ديسكواليفايد هو ساماردو سامويلز. عند الحكمة عندنا أربع أخطاء على باسل حرفوش، و أحمد إبراهيم صار فاول أوت مع خمسة فاولز. هيدا هو الوضع، هيدا هيدا السكور، هيدا الوقت. سبع ثواني ونص. مين راح ياخذ المبادرة عن فريق الحكمة؟ هل راح يستلم مثلا رودريغ؟ او راح يسلم لاعب ياخذ هو التسديده، ام راح يكون في على الاقل تمريرتين؟ لنشوف. اوستن اكيد هو راح ياخذ التسديده، اكيد مش اوستن، اكيد مش اوستن. باسل، باسل حرفوش، تسديده ثلاثيه من باسل، وكمان اوفر تايم تاني بالمباراه. ما بعرف ليه عم بيلعبوا على 3 بوينت فريق الحكمه كده، شفنا من شوي كمان يعني مع نهايه الربع الاخير المحاولة كانت ثلاثية لرضوان سليمان، وهالمرة كمان المحاولة ثلاثية كانت لباسل حرفوش. ما بعرف ليه ما عم بيلعبوا على 2 بوينتس. على كل حال مشاهدينا عم نكسب 5 دقائق إضافية اليوم، ومحل ما نحضر 40 دقيقة رح نحضر 50 دقيقة من الباسكتبول. ما بقى فينا نقول في أفضلية لحدا، حتى مع خروج ساماردو سامويلز من الملعب فريق الحكمة ما قدر يستفيد من هالموضوع، لأنه يعني اللاعب ويفرلي أوستن ما في يتكل عليه تحت السلة أصلا تقدر يلعب ويركز على لاعب ارتكازه بغياب ساماردو سامويلز. أوستن هيدي آخر جيم لألو قبل ما ينضم اللاعب القديم الجديد أتير ماجوك. وأيضا كل ناطر أجنبي الحكمة الجديد كمان بيير جاكسون رح يلعب على البوزيشن، على البوزيشن 1 2. ما فينا نقول 1 لانه الحكمه يعني اكيد رح يكون موجود على الملعب الى جانب رودريغ وعمر ببعض فترات المباراه. هون كان يخسر طابه فريق ميروبا، صعبه تسديده بعيد كان عن مسافه الثري، بس تبقى لفريق ميروبا. باسل بيرجع بيعمل ستيل من جون عاصي، تسديده صعبه كانت لا كريستوف خليل. 72 72، 8 ثواني للحكمه. رودريغ بيسلم اوستن، فايد اواي شوت من رضوان اللي بيسجل وبيعطي التقدم للحكمه. رضوان سليمان فايد اواي حلوه كثير من اللاعب التونسي،
نقطه 22 مع 9 ريباوند واربع اسيست اليوم. حجازي جون عاصي ثلاثيه صعبه كمان ما بيسجل منها ريباوند كاد يحصل عليه كريستوف خليل. رودريك بيسيطر على الكره. رودريك عقل عم بيتعرض لبدايه دفاعيه من جون عاصي دبل تيم بيوصل لاوستن رضوان. رح يعيد نفس السله مقطوعه من جون عاصي كثير في تيرن اوفرز. ديلين سميث لمالك دومينيك اوبن شوت بيسجل منها كريستوف خليل وبيعطي التقدم مره جديده لميروبا 75-74. كريستوف خليل لاعب الحكم السابق عم بيعمل بيج جيم 18 نقطة اليوم مع 7 ريباوند و3 اسيست. ميروبا عم بيتقدم قبل 3 دقائق عن نهاية المباراة. عزيز عبد المسيح عزيز بياخد تسديدة صعبة. عزيز ما بيسجل ريباوند لمالك حجازي. منذكر أحمد إبراهيم 5 فاولز. تسديدة صعبة من دومينيك ما بيسجل ريباوند لباس الحرفوش. باسل موجود وين ما كان. باسل بيوصل لرودريغ ستيمان. عزيز جديده صعبه من عزيز كمان بوجهه لديلين سميث ما بيسجل. كريستوف خليل بيأمن الريباوند. ريباوند الثامن لكريستوف مع 18 نقطه متذكر. ميروبا عم بيتقدم قبل دقيقتين و17 ثانيه على الحكمه. حكمة اليوم سيئين جدا هجوميا. فاول من اوستن على ديلين سميث. عمر جمال الدين عم يرجع يتحضر للعودة بدلا من اوستن. عم بفضل يلعب الكوتش جاد الحج من دون لاعب ارتكاز ويفرلي اوستن. تخيلوا بغياب ساماردو سامويلز لاعب ارتكاز فريق ميروبا محل ما يكون التركيز عند فريق الحكمة تحت الباسكت عم يفضل يلعب بلا لاعب ارتكاز ويفرلي اوستن اللي طوله مترين و11 سنتيمتر. بيلعب بس برضوان سليمان على الفايف عم بيكون رضوان. باسل عم بيكون حاليا على الفور. تخيلوا باسل حرفوش على الفور رضوان على الفايف. عمر على عمر وعزيز على 2 3 رودريغ على 1 عم بيسجل ديلن هون. نقطه 17 والفارق عم بيصير نقطتين لميروبا 2-2. ديلن سميث والفارق 3 نقاط لميروبا. رودريغ عقل لباس الحرفوش. باسل لعزيز. شو رح يعمل عزيز؟ رح يتابع تريو على السلة. عزيز لا بفضل رودريغ. عمر جمال الدين بيخسر الكرة. تيرن اوفر بعد ستيل ناجح من مالك حجازي. مش معقول اليوم شو في تيرن اوفرز. مالك عم بيضيعوا وقتهم عم بياخذوا وقتهم. اكيد فريق ميروبا الوقت اهم. مالك بيورر حلوة كثير حلوة كثير حلو هالتناغم وحلو كثير الاسيست من مالك ل خليل اللي بيسجل نقطتين يمكن يكونوا الاغلب بالمباراة. لازم نرجع نشوف هالسلة الأخيرة لفريق ميروبا. كتير حلوة تمريرته لمالك ناحية كريستوف خليل. لاحظوا شو عمل. دخل على السلة حلوة كتير 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 من مالك لا كريستوف اللي عارف كتير منيح أكيد قدام مهمة هالسلة. كريستوف خليل عم بيرفع رصيده ل 20 نقطة مع 8 ريباوند و3 أسيست. مباراة كتير كبيرة لكريستوف في مواجهة فريقه السابق. الدقيقة 35 ثانية صارت صعبة على الحكمة خاصة بظل هالضياع الهجومي وعدم توفيق. 79-74 نتيجة. ما حدا مصدق شو عم بيصير اليوم. هالقد غيابه لكريم عز الدين مهم عند فريق الحكمه.
يعني كمان رحيل جورج ويليامز. تفضل الجهاز الفني بالحكمة انه يلعب باجنبيين اليوم بدلا من ثلاثة. دائما لاحظوا مالك كيف لاحقوا مثل خياله لرودريك ليضايقوا قد ما بيقدر. عزيز دقيقة 23 ثانية، الحكمة ضروري يسجل هلا إذا أراد أنه يفوز بالمباراة أو يكون عنده أمل للفوز بالمباراة. عزيز لباسل، باسل حرفوش بيسجل الثلاثية. باسل عم بيسجل، باسل عم بيرفع رصيده ل 14 نقطة والفرق نقطتين من جديد. مالك حجازي، كريستوف خليل نجم فريق ميروبا اليوم، كريستوف، ديلن سميث ثلاثية ديلن ما بيسجل، الريباوند عالي لعمر جمال الدين. أقل من دقيقة، نقطتين لميروبا. سليمان سليمان سليمان، رضوان سليمان 43 سنة النجم التونسي لاعب الخبرة عم بيسجل ثلاثية قاتلة للحكمة قبل 46 ثانية فاصلة سبعة، والأهم عم بيعطي التقدم لفريقه 80-79. واو، ما حدا راح ينسى ابدا هالمباراة بين ميروبا والحكمة بغزير. رضوان سليمان 25 نقطة، 10 ريباوندز، 4 اسيست. إذا قلنا كريستوف خليل نجم فريق ميروبا، رضوان سليمان نجم الحكمة، والمباراة راح يكون إذا قدر يقود فريقه للفوز. رد فريق ميروبا بآخر 46 ثانية فاصلة سبعة. كان متقدم بثلاثة، حاليا متأخر بنقطة. ساتن تبع طريقه دومينيك بيخسر الكرة، عزيز بيروح سريعا ليسلم عمر. عزيز من جديد 30 ثانية، تمريرات أكيد سريعة بلاعبي فريق الحكمة، والفاول من سميث على رضوان سليمان. رضوان سليمان نجم الحكمة اليوم، تو شوتس. كيف قلبت هالمباراة؟ ساعة على ميروبا، ساعة على الحكمة، اثنين اوفر تايم، ميروبا كان الأقرب للفوز. مع نهاية الوقت الأصلي حتى بنهاية الأوفر تايم الأول، وهلأ كمان رجع الحكمة عاد ليتقدم، بس بعد ما خلص شيء 81-79 بضيع الثانية. رضوان 81-79، كريستوف خليل تبع طريقه بيخسر الكرة، بس الحرفوش بمرر ناحية عمر. الكرة لمين رح تكون؟ رح ترجع لفريق ميروبا. ما بعرف ليه استعجل فيها بالتمريرة الأخيرة هون. تسع ثواني، هل رح نشوف أوفر تايم ثالث
هل رح نشوف ثلاثية لفريق ميروبا أم رح نشوف انتصار لفريق الحكمة؟ من ثواني، خمسة، أربعة، ديلن سميث، ديلن ياخذ تسديدة صعبة كثير، بيتعرض للمضايقة الدفاعية من عمر، والحكمة عم بيفوز 81-79 بعد 2 أوفر تايم على الاتحاد ميروبا. روح رياضية كثير كبيرة بين المدربين باتريك سيبا وجاد الحاج، مباراة ما راح ينسيها أبدا جمهور الحكمة. برافو وهارد لوك أكيد لفريق الاتحاد ميروبا، بس عن جد برافو كثير كبيرة للفريق الكسرواني بمباراة اليوم، كان كثير كثير قريب انه يعمل الانتصار. رح نحاول ناخذ نعمل مقابلات اكيد. هذه الأجواء بملعب غزير مع الانتصار الصعب والصعب جدا لفريق الحكمة على الاتحاد ميروبا 81-79 بعد 2 أوفر تايم. راح يكون معنا نجم المباراة 26 نقطة 10 ريباوندز النجم التونسي رضوان سليمان. رضوان ألف مبروك، يعني اسم الله عليك، 43 سنة بهالمستوى الرائع، كنت اليوم حاسم لفريق الحكمة بالوقت اللي كان محتاج فيه الفريق لسلة، لعبت دور ليدر وقدرت أقود الفوز للحكمة. أكيد الفريق محتاجني في إشي زي هيك، to put my experience in the court in the hard moment. I must take my responsibility. Nobody gonna take the responsibility. الحمد لله لو كان توفيق مع عند الله. اليوم مباريات زي هيك تتلعب بالمخ. لو ما تدي الحق الجيم الحق تديها حقها، هذا اللي راح يصير. كان ممكن تفلت منا في اي لحظه، رغم اني عملنا بيج جيم كونتر بيروت. صحيح في لود فيزيكلي على اللعيبه، بس مونتالي كان اكثر، انه الاسترخاء الذهني هو اللي اثر اكثر شيء على الجيم. رضوان، عرفت انه بفتره من الفترات كنت قريب من الاعتزال والتوجه للتدريب والسفر لامريكا، اليوم قديه سعيد انه بعدك عم تلعب باسكت بول مع فريق الحكمه وعم تقوده لفوز مثل اليوم؟ والله الحمد لله توفيق ما عند الله. أنا صحيح كنت بعتزل وبروح التدريب، بس تغير البرنامج آخر لحظة. If I still can play, I will play because I love this game. عندي شغف كبير للباسكتبول. If my body is still good, I will continue playing. Thank you, Radwan. Thank you كثير. Coach Jad. Sorry. مبروك أول شيء. Thank you. مباراة ما راح حدا ينسيها، يعني 10 أوفر تايم بمواجهة ميروبا اليوم. ليه هالضياع كان الهجومي خاصة، يعني ما شفنا الحكمة حاضر. نحن مرحلة سيرفايفنج بقول لك إياها بكل صراحة، بعد ما لعبنا ماتش بالأول بطولة لهلا بنفس التشكيلة أو بنفس اللعيبة أو بنفس الأجانب، نحن مرحلة سيرفايفنج الحمد لله عم نقدر نخلص بوينز، ما عم يكونوا هينين أبدا، كل الفرق جاهزة، كله معه ثلاث أجانب.
اول هاف كانوا اندر كنترول، حطوا 25 نقطه. بدك تعطيهم اكثر كريدت للشباب على الدفاع اللي كانوا عم يلعبوه، توفقوا بكم شوطه بشي على البورد شي بعيد شي اخر ثانيه رجعوا على الجيم، ما عرفنا نحافظ على تركيزنا، دفاعنا عم يكون منيح. اكيد مع اجانب حنكون غير، اليوم عم نلعب بلا بوينت جارد اجنبي، بلا هداف، بلا 20 25 نقطه مينيمم بالجيم. عم يجربوا الشباب يساعدونا يعطون الف عافيه قد ما قدروا، كان فينا نخلص الجيم ابكر، كان فيهم يربحوا الجيم هن. هيدا الباسكت اخر شيء، توفقنا بالاخر وخلصنا. فقدت الامل شي مطرح؟ لا لا ابدا، اخذنا تايم او دائما عم نقاتل، في جمهور وراك واقف، يعني ممنوع توقف، ممنوع لو شو ما تكون خسران، كنا داون باي 5 بعد في دقيقه صح، بنغير من نوت ريباوند بوكس اوت. الحمد لله بشكر الجمهور، تحملنا كثير، ان شاء الله بكره بيوصل الاجنبيين ومرحله جديده، شوي شوي حنكون بقى بمستوى احسن. بعد ما ربحنا ولا جيم هين، هذا طبيعه الفتره، يعني اليوم صار لنا شهر مبلشين، اجانب رايحه اجانب جاي، ان شاء الله الفتره الجايه بنريحهم ونحن بنرتاح. ثانك يو كوتش، يعطيك العافيه. 5 اتصالات لفريق الحكمه من دون اي خساره، بعده الفريق الوحيد ببطوله لبنان يلي ما تلقى ولا اي خساره وصولا للمرحله الخامسه اللي رح تستقبل اكيد مع مباريات جمعه سبت واحد. بتشكر كل اللي تابعونا بهالنقل الطويل المباشر انطلاقا من الساعه 7 ل 5 تقريبا على اس بي اي وبيروت سيتي، وصولا الساعه 9 وثلث، كل فريق العمل موجود معنا كمان بالملعب، يعطيكم الف عافيه. بنلاقيكم بمواعيد جديده، كل مباريات لبنان وبطوله لبنان اكيد عم تتابعوها SBI بيروت سيتي فيسبوك ويوتيوب. إلى اللقاء.